أهلا بكم إلى الموجز الرياضي مباشرة من سبور أول، البداية من المغرب، حيث ضمن فريق الرجاء الرياضي الحصول على مبلغ قدره 2.5 مليار بعد بلوغه نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويخصص الاتحاد العربي المبلغ المذكور للوصيفة، بينما يحصل حامل اللقب على 6 ملايين دولار. وتأهل ممثل كرة القدم الوطنية إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الإسماعيلية المصري بنتيجة قوامها 3 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة مراكش. يفتقد نادي اتحاد جدة السعودي خدمات لاعبه المصري أحمد حجازي في المباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال ضد فريق الرجاء الرياضية، ويغيب حجازي عن الاتحاد بعد حصوله على بطاقة صفراء في إياب نصف النهائي أمام الشباب السعودية، علما أنه حصل على البطاقة ذاتها في مواجهة الذهاب. تعقد محمد بن شريفة المدرب السابق لفريق أمال الفتح الرياضي والمدرب المساعد للفريق الأول مصطفى الخلفية رسميا مع الوداد الرياضي لشغل منصب مساعد المدرب للبنزرتية، ووقع بن شريفة رسميا عقد انضمامه إلى الطاقم التقني للفريق الأحمر ليخوض بذلك تجربة جديدة مع فريقه السابق. غادر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف في صفوف فريق النصر السعودية مساء أمس الاثنين التراب السعودي صوب المغرب، وذلك وفق ما أكدته صحيفة الرياضية السعودية. وقالت الصحيفة المذكورة نقلا عن مصادرها الخاصة إن الهداف المغربي سيمكث بالمغرب ما بين 10 أيام إلى 15 يوما، وذلك من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية بعد إصابته في العضلة الضامة. ختمنا، سيلتحق لاعبو الرجاء الرياضي بالتجمع الإعدادي للمنتخب المحلي اليوم الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وتعذر على لاعبي الرجاء الرياضي الالتحاق منذ البداية بالتجمع الإعدادي للمنتخب المحلي بسبب التزامهم بالمشاركة مع الرجاء الرياضي ضد الإسماعيلية المصرية، علما أن الطاقم الطبي للمحليين سيحسم في إمكانية سفر عبد الإله الحفيدي إلى الكاميرون. نهاية الموجز، في أمان الله.